ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر سكايب من مدينة لوس أنجلوس الأمريكية السيد محمد كمال عقدة، الخبير والمستشار الاقتصادي. سيد محمد، يعني بداية، جو بايدن يخطط لرفع معدلات الضرائب على الشركات من 21 إلى 28%، بعدما خفضها ترامب من 35 إلى 21%. كيف سينعكس ذلك الأداء الاقتصادي للشركات وأسهمها المدرجة في البورصة في ظل الانكماش بسبب أزمة كورونا؟ يعني لابد أن نفرق ما بين الأداء الاقتصادي للشركات، الأداء الفعلي للشركات، وأدائها في البورصة الحالية الأمريكية. بالنسبة للأداء الاقتصادي لن يتغير كثيرا، لأن معظم هذه الشركات، الشركات الكبيرة تحديدا، لا تدفع ضرائب باستخدامها للهندسة المالية والمحاسبية لدفع معدل أقل كثير جدا من الضرائب، ومعظمها مسجل بالخارج لتفادي جزء كبير من الضرائب الأمريكية. بالنسبة للأداء الاقتصادي في البورصة، يتوقع أن ينخفض أسهم الشركات عموما في أمريكا، وكان هذا التوقع موجود منذ سنة من قبل نهاية فترة الرئيس ترامب، بسبب سخونة سوق البورصة الأمريكي ودخول عدد كبير جدا من المضاربين الجدد عن طريق تطبيقات الإنترنت على الهواتف المحمولة، وتعرضهم لخسائر كبيرة، ويتوقع أن تستمر وتيرة الخسائر لعدة أسباب، منها كما قلت سخونة سوق البورصة الأمريكية واحتياجه إلى التصحيح للعودة إلى الأسعار الحقيقية. مسألة رفع الضرائب قد تؤثر قليلا على استثمارات الشركات عموما، لكن على مدى 10 سنين بعد دفع الضرائب لن يتغير شيء كثيرا بالنسبة عمل اقتصادي بها. طيب دكتور محمد، يعني ماذا لدى بايدن من أدوات اقتصادية لمعالجة معدل التاريخي للبطالة الذي قفز إلى 6.9% في 2020، وهو ضعف النسبة المسجلة ما قبل جائحة كورونا؟ هو ينوي ضخ حوالي $1.4 تريليون في استثمارات البنية التحتية للحكومة الفيدرالية الأمريكية، ليحاول أن يتعامل مع ملف الضرائب بضخ أموال في الاستثمارات المختلفة في الولايات المختلفة لرفع هذا المعدل. بالإضافة هو سيطرح خطة تساعد على التشغيل، وستقوم الحكومة الفيدرالية بتغطية جزء كبير من الرواتب أو دعم للرواتب للشركات الصغيرة والشركات المتوسطة، حتى تستطيع أن تقوم بتشغيل عمالة أكثر في الشهور القادمة تحديدا وفي خلال أول سنتين. على ذكر العمالة دكتور محمد، يعني هل بايدن في ظل الظروف الحالية قادر على الوفاء بوعوده برفع الحد الأدنى للأجور من 7 دولارات إلى $15، أي أكثر من الضعف تقريبا، وتقديم المزيد من المساعدات للمتضررين من كورونا؟ يعني بالنسبة لرفع معدل الحد الأدنى للأجور، سيكون هناك صعوبة شديدة لذلك في الكونغرس وفي مجلس الشيوخ، حتى مع وجود شبه أغلبية ديمقراطية في مجلس الشيوخ، لأن هذا الموضوع هو موضوع اقتصادي سيكون له تأثيرات كثيرة في المستقبل، لكنه سيحاول محاولة قوية، وأتوقع يعني أعطيه 50% قدرته على الوفاء بهذا الوعد. بالنسبة لدعم جائحة كورونا، هو ينوي أن يقوم برفع الدعم الذي قدم الشهر الماضي $600 إلى $2000، ما يعادل $1400 زيادة للشخص وللطفل، وهذا سيكون أمر بسيط جدا مع تحكم الحزب الديمقراطي في مجلس الشيوخ بعد انتخابات جورجيا الأخيرة. طيب دكتور محمد، يعني بايدن يخطط لزيادة الضرائب
على الأغنياء والشركات لزيادة الناتج المحلي. لكن السؤال، هل هذه الخطوات كافية للتعامل مع إرث اقتصادي ثقيل، يعني بعجز بلغ 2.3 تريليون دولار وديون تفوق 27 تريليون دولار، يعني تتجاوز 100% من الناتج المحلي الإجمالي في أمريكا؟ يعني هو سيحاول أن يرفع الضرائب حتى تغطي ما يوازي 4 تريليون دولار زيادة في التسع سنين القادمة، لكن هذا عموما لن يغطي العجز الحالي للميزانية بدرجة كبيرة، وهو مستمر، وهو إرث ثقيل جدا يتم إعطاؤه لرئيس بعد رئيس، خصوصا بعد التوسع في الانفاق تحت ولاية الرئيس جورج دبليو بوش. لكن عموما لا أتوقع أن يتعامل أن يستطيع بايدن في تخفيض هذا العجز بدرجة كبيرة جدا لاحتياجه إلى الإنفاق الكبير للتعامل مع جائحة كورونا تحديدا، ومع تراجع الاقتصاد الأمريكي بدرجة كبيرة في الشهور الماضية. طيب، كشف سيبيان مؤخر أن سوق الأسهم الأمريكية يغلب عليها طابع الفقاعة أو على وشك ذلك، فهل تنفجر هذه الأزمة في ظل ولاية جو بايدن؟ يعني هو الأزمة كان يتوقع أن تنفجر قبل حتى جائحة كورونا، وكل التوقعات من الخبراء الماليين في أمريكا كان يتوقع أن تكون هناك فقاعة تنفجر في منتصف 2021 بداية 2022، والآن عندما جاءت جائحة كورونا كانت تسرع بذلك. سوق البورصة الأمريكي حاليا هو ساخن جدا ويحتاج إلى التهدئة، يحتاج إلى التصحيح، والفقاعة قد تكون هي العامل الذي سيؤدي إلى هذا التصحيح. طبعا القرارات الاقتصادية من الرئيس بايدن ستحاول أن تتعامل مع هذا الموضوع، لكن عموما كما قلت الاقتصاد الأمريكي في حالة سخونة كبيرة ويحتاج إلى التصحيح، وهذا التصحيح قادم شاء نعم. ابقى معنا بايدن أو ترامب. ابقى معنا سيد محمد كمال عقدة. لما تؤتي الحروب التجارية وسياسة الحمائية للرئيس ترامب ثمارها، فلقد قفز العجز التجاري الأمريكي إلى أعلى مستوى في أكثر من 14 عاما، وهي نتائج تعيد بالواقع وبالأرقام صياغة السؤال: هل يستطيع الوافد الجديد إلى البيت الأبيض الديمقراطي جو بايدن المضي قدما في الحرب التجارية ضد الصين؟ أو بصيغة أخرى، هل لا يزال الاقتصاد الأمريكي في موقع القوة والتحكم الذي يتيح له منافسة الاقتصاد الصيني فضلاً عن معاقبته رغم ما تتعرض لها أمريكا من أزمات داخلية؟ أسئلة يجيب عنها واقع الاقتصاد الصيني في العرض التالي. We'll be right back.
ونعود مرة أخرى لضيفنا عبر سكايب من لوس أنجلوس السيد محمد عقدة الخبير الاقتصادي. سيد محمد، هل يستطيع الوافد الجديد الديمقراطي جو بايدن المضي قدما في الحرب التجارية ضد العملاق الصيني، أو بصيغة أخرى هل لا يزال اقتصاد أمريكا في موقع القوة والتحكم الذي يتيح له منافسة الاقتصاد الصيني في ظل أزماته الداخلية؟ بالتأكيد كل المؤشرات من إدارة الرئيس بايدن القادمة أنه سيستمر في الحرب الاقتصادية مع الصين، لكن بوتيرة أقل قليلا من وتيرة الرئيس ترامب. الرئيس بايدن، الرئيس المنتخب بايدن، يتوقع أن يتعامل بدرجة تعاونية أكبر كثيرة جدا مع الحلفاء الأمريكيين، خصوصا في المحيط الباسيفيكي والذين خسرهم لصالح الصين، الصين الرئيس ترامب. ميزة الاقتصاد الأمريكي هي قدرته على الإبداع عموما والتطوير السريع للتكنولوجيا، والرئيس بايدن، الرئيس المنتخب بايدن، يتوقع أنه سيقدم اعتمادات كثيرة جدا وخفض للضرائب أو إعطاء رصيد ضرائبي للشركات التي تقوم بالتطوير والإبداع ودعم الدراسات الخاصة بهذا الموضوع. المشكلة الرئيسية مع الصين هي عن الملكية الفكرية الأمريكية والملكية الفكرية للشركات الأمريكية والتكنولوجيا الأمريكية التي تتعدى عليها الصين دائما وتقوم بنسخها لصالحها دون دفع قيمة الملكية الفكرية للشركات الأمريكية، وهذا كان طلب مستمر من الشركات الأمريكية في هذا المجال. دكتور محمد، إذن يبقى السؤال، كيف سيعالج بايدن تداعيات انسحاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من اتفاقيات الشراكة الدولية وإعادة الثقة في أمريكا كشريك تجاري دولي يعتمد عليه عقب ما أفسدته الحروب التجارية وسياسة الحمائية؟ يتوقع أنه في خلال 6 شهور الأولى من ولاية الرئيس المنتخب بايدن أن يعود لمعظم هذه الاتفاقيات، ووعد أنه في أول يوم للرئاسة سيوقع أمر تنفيذي بعودة أمريكا إلى اتفاقية باريس للمناخ، وهذا مؤشر واضح جدا إلى عودته إلى المحفل الدولي عن موقف تعاوني وموقف واضح ورسمي للإدارة الأمريكية، بعيدا عن التخبط والحدة العدائية وأمريكا أولا التي استخدمها الرئيس الخارج ترامب. طيب دكتور محمد، بايدن يميل لإحياء العلاقات مع الحليف الأوروبي، لكنه كيف سيتعامل مع الحساسيات المرتبطة بالإنفاق الدفاعي وتوريد النفط الروسي إلى أوروبا عبر خط أنابيب نورد ستريم 2؟ بالنسبة للإنفاق الدفاعي، يتوقع أنه سيعود إلى السياسات القديمة بما قبل رئاسة الرئيس ترامب، فقط وضع حد لوتيرة الخلافات مع حلف الناتو والأعضاء الاتحاد الأوروبي، خصوصا في المرحلة الأولى لوليته للسنتين الأولين. ومسألة الإنفاق الدفاعي حاليا لا تشكل مشكلة كبيرة في العقلية الدفاعية الأمريكية. بالنسبة لخط الروسي، طبعا الخط النفط الروسي هو أقرب خط إلى الاتحاد الأوروبي، ويتوقع أن يحاول بايدن ضخ تعاون ومساعدات كبيرة في من مسألة الاحتباس الحراري والتحول إلى الطاقة المتجددة، وهو وعد ذلك أن يقوم بتحويل الاقتصاد الأمريكي عموما إلى الطاقة المتجددة، مما سيؤدي إلى درجة كبيرة من الاعتماد على المحروقات والنفط عالميا والاتحاد الأوروبي. نعم دكتور محمد، نتوقف في خط أنابيب روسيا وكن معنا على خط السكايب. الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن تعهد باتفاق تريليون بإنفاق تريليون من الدولارات من أجل التحول إلى الطاقة النظيفة، وسط توجهات مماثلة في الاتحاد الأوروبي لتقليل استخدام النفط التقليدي للحد من الانبعاثات الضارة للبيئة. فهل
تجاوز بالفعل تراجع الطلب على النفط نقطة لا عودة، خاصة في ظل كورونا والوافد الجديد للبيت الأبيض. ونتواصل مع الدكتور محمد كمال عقدة من لوس أنجلوس عبر سكايب. سؤالي دكتور، يعني واردات الصين من النفط الأمريكي قفزت بشكل قياسي إلى 13 ضعفاً العام الماضي، وهو ثالث أعلى مستوى على الإطلاق فيما تراجعت الواردات من الشرق الأوسط. هل صناعة النفط والغاز في الولايات المتحدة شيئا فشيئا تقلب أسواق النفط العالمية رأسا على عقب؟ بالتأكيد النفط الصخري الأمريكي وتطوير قدراته وقدرتهم على استخراج النفط الصخري بأسعار أقل قلب موازين الطاقة العالمية، ويتوقع أن يقوم الرئيس بايدن بالاستمرار في هذه السياسة ولن يمنع استخدام النفط الصخري، الاستكشاف عن النفط الصخري في الأراضي الأمريكية. الشيء الوحيد الذي يتوقع أن يقومه هو أن لا يعطي تصاريح جديدة لاستخراج النفط على الأراضي الفيدرالية وفي البحار الأمريكية عموما. لكن سياسة النفط الأمريكية، شركات النفط الأمريكية مستعدة للعودة إلى السوق بدرجة كبيرة عندما يكون هناك تحسن في سعر أسعار النفط عموما عالميا، ونتكلم يعني عن الشركات الأمريكية للنفط الصخري تحديدا، وأيضا الشركات الكندية للنفط الرملي. دكتور محمد، بايدن تعهد بإنفاق تريليونات الدولارات للتحول إلى الطاقة النظيفة وسط توجهات مماثلة في الاتحاد الأوروبي لتقليل استخدام النفط التقليدي. هل تجاوز تراجع الطلب على النفط نقطة لا عودة، خاصة في ظل جائحة كورونا؟ لا أتوقع ذلك على المستوى القريب والمتوسط، لأن الاتحاد الأوروبي وأمريكا لهم هذا التوجه، لكن لا أرى مثل التوجه من العملاقين القادمين الصين والهند
تحديدا وباقي الدول النامية عموما لازال النفط هو الأرخص في سوق المحروقات وسوق الطاقة عموما في الفترات القادمة، لكن سنرى تحولا بعد 10 سنين من الآن إذا نجح الاتحاد الأوروبي والحكومة الأمريكية في التحول الكبير لاستخدام الطاقة منعدمة الانبعاث. سؤالي قبل الأخير دكتور محمد، يعني حتى يعني نكسب أكثر عدد من الأسئلة، كيف ستتأثر اقتصادات منطقة الشرق الأوسط خاصة النفطية منها بتوجهات بايدن للانضمام إلى اتفاقية باريس للمناخ والعودة للاتفاق النووي مع إيران الذي ربما يعيد تدفق النفط الإيراني وتفاقم تخمة المعروض العالمي؟ بالتأكيد الاقتصادات الشرق الأوسط تتأثر بدرجة كبيرة في ذلك، خصوصا اقتصادات الدول الخليجية، لأنه سيكون هناك تخمة في المعروض من النفط بعد دخول إيران بعد الاتفاق الأمريكي الإيراني المتوقع، وأيضا بعد الخروج من جائحة كورونا لن يكون الطلب بدرجة كبيرة جدا أن تغطي عجز الميزانيات الهيكلي لدول الخليج عموما لعدم قدرتها حتى الآن إلى التحول إلى مصادر دخل متنوعة جديدة لا تعتمد على الاقتصاد النفطي بدرجة كبيرة. لابد من تحول هذه الاقتصادات حتى لا تعتمد على ذلك، وكل عدة عقود أو كل عقد تقريبا يكون هناك طفرة في النفط أيضا بالارتفاع أو بالانخفاض. نعم دكتور، ختاما ماذا تتوقع في فترة جو بايدن يعني أسعار النفط والمعادن؟ أتوقع أن يكون هناك ارتفاع نسبي في أسعار النفط والمعادن خصوصا بعد الخروج من جائحة كورونا، لكن أتوقع أن يتم ذلك حتى بدايات 2022 ومنتصف السنة القادمة 2022. أشكرك سيد محمد كمال عقدة الخبير الاقتصادي، كنت معنا عبر سكايب من مدينة لوس أنجلوس، شكرا جزيلا لك.